مصالحنا وأمننا وقيمنا. ينضم إلينا من واشنطن آدم روزفلت الباحث في الشؤون الاستراتيجية. سيد آدم، ما الفرق بين وصف الصين بأنها تمثل تحدي وما بين روسيا بأنها تمثل تهديد؟ بدأ ذي بدء، دعوني أتقدم بالشكر على استضافتي. إن الصين دائما كانت تركز على مبادرة الحزام والطريق. من جانب الولايات المتحدة كانت هناك محادثات والتخطيط لضمان أن الصين لا تريد أن تتصارع مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأداء الاقتصادي. بالنسبة لروسيا وأوكرانيا، إن الناتو يترقب هذا الوضع كحلفة. كما تعرف، كان هناك قمة البريكس، وإن الصين تريد من قادة البريكس 3.6 مليار نسمة، حوالي 40% من سكان العالم. لديهم تطلعات اقتصادية 25% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. الصين هي قائد هذا التحالف ولديها حجم كبير من التأثير مع المنافسين في الغرب بشأن السيطرة على النفوذ. عندما تم الحديث عن روسيا والتهديد الذي تمثله، فتم وضع الإجراءات وهو زيادة الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا أو لقوات الناتو في أوروبا. ولكن عندما ذكرت الصين بأنها تمثل تحدي، لم يتم ذكر كيف سيتم التعامل مع هذا التحدي. دعني أقول لك ما يلي. إن الولايات المتحدة دائما تخطط لضمان أن الحزب الاشتراكي الصيني لا يقوم بهذه الاستثمارات الاستراتيجية. الولايات المتحدة ترقب الاستثمار الصيني من خلال العديد من الإجراءات. هناك إجراءات بالفعل مطبقة بشأن المخاوف الأمن القومي بسبب الحرب في روسيا وأوكرانيا. الصين وضعت نفسها بشكل استراتيجي كقائد للعالم، فيما كبديل للولايات المتحدة وكقوة مهيمنة، وبالتالي ستكون القائد الناشئ، وهذا الهدف الاستراتيجي لدى الصين في الوقت الحالي. فكيف يمكن مواجهة هذا الهدف؟ أولا، إن حلفاء الناتو والأوروبيين أو الاتحاد الأوروبي سوف ينظرون إلى مجموعة من التحالفات، أولا في الجانب الشرقي وآخر في الجانب الغربي. في الوقت الحالي الولايات المتحدة والناتو ليس لديهم القدرة لإبطاء الحزب الحاكم الصيني، ولكن الصين قامت باستثمارات استراتيجية سوف تواصل ذلك في الدول النامية، ليس فقط كقائد للبريكس، ولكن أيضا لتحسين علاقاتها مع الدول النامية، وأيضا للعمل مع التحالفات الأخرى مثل أوبت. الصين في وضعية جيدة لمواجهة الحلفاء في الغرب، وأعتقد بأنهم سوف يحققون هدفهم، لأن الغرب مكبل مع روسيا وأوكرانيا وليس لديهم الفرصة لمواجهة هذا التحدي العالمي كما حدث بسبب الوباء والتضخم. نعم، إذا كان بالفعل الناتو يتابع ويتعامل مع التهديد الروسي، ويبدو أن هذا الموضوع سوف يطول لبعض الوقت، لماذا قرر أن يضع هذا التحدي الآن في هذه الوثيقة لأول مرة تاريخيا لحلف الناتو؟ أعتقد أن الناتو أدرك في نهاية المطاف بأن الحلف الشرقي أصبح أكثر قوة في الوقت الحالي. أن الصين كقائد يظهر بالضرورة. أعتقد بأن الصين تواجه أو تمثل التهديد الأكبر للغرب، لأنها تستخدم القوى الاقتصادية للتأثير ولتوجيه دول أخرى بشكل مهيمن بغرض الاستفادة. الولايات المتحدة هي القائد في الغرب، ولكنها تحاول أن تجد من سيظهر كقائد للشرق من المنظور الاقتصادي. والصين في وضعية جيدة جدا
وربما تقود الشرق من خلال القوة الاستراتيجية الاقتصادية لديها. عندما يتم وصف الصين بأنها تمثل التحدي لمصالح دول الناتو وأيضا لأمنها، هل يبدو أن هناك توافق على هذا التوجه أم أنه رغبة أمريكية لوضع الصين في هذا التوقيت بهذا التعبير؟ لأن أوروبا تعاني الآن من الحرب الأوكرانية اقتصاديا، وتعاني أيضا بسبب العديد من الملفات التي أتت إليها بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. أود القول بأن الولايات المتحدة هي الدولة الرئيسية التي تدعم فكرة أن الصين تحدي لدول الغرب، وأيضا نفس الأمر بالنسبة لحلف الناتو ودول حلف الناتو لديهم نفس التوجه. علينا أن ننظر في الأرقام، في 2020 الصين وجهت استثمارات 153 مليار دولار، وبالتالي الدول التي تقبلت هذه الاستثمارات من الصين هم من يعتبرونها تهديد، ولكن هناك اعتماد على الصين في الإمدادات، في العمالة، في وما إلى ذلك، وبالتالي عليهم أن يبتعدون عن الاعتماد عن الصين، وبدأوا ذلك بعد الوباء، ولكن ذلك في المراحل الأولى للاستقلالية عن الصين. إلى أي مدى يمكن أن يتبع الحلف نفس الاستراتيجية التي تبعها مع موسكو، وهي فكرة فرض العقوبات الاقتصادية؟ أولا، إن الحلفاء في الغرب سوف يحتاجون إلى سبب لاتخاذ هذا التوجه ضد الصين. في الوقت الحالي ليس هناك أي سبب لتهديد الصين بهذه العقوبات ما لم تتحرك الصين نحو دعم روسيا بشكل مباشر، والغرب لا يستطيع أن يثبت أن الصين داعم رئيسي للحرب. عليهم حينئذ أن يحصلوا على الدعم من الحلفاء في الغرب لتفعيل وإنفاذ هذه العقوبات، وبالتالي حتى الآن إذا ما تحرك الغرب ضد الصين فإن الاقتصاد العالمي سوف يعاني، وستكون هناك مشكلة مع روسيا والصين في آن واحد. شكرا سيد آدم روزفلت الباحث في الشؤون الاستراتيجية، كنت معنا من واشنطن.